تبارطاجيو معنا هذا المباشر. اذا بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري تصل في هذه المدينة الى مطار وجدة الرياض، يعني داخل المطار كذا لحظات غادي يخرجوا بقاو معنا الاخوان الاخوات بطبيعة الحال. خروج فريق اتحاد العاصمة كما كتشوفوا معنا. اذا تحت التصفيقات الجمهور حكيم
طيب الكل ما شاء الله هذا من التسقيطه زكريا سبحان الله ماشي ما روح صاحبي روح حسن الاخوات وصول بعثات اي باش طوره دابا وا كما كتشوفوا معنا استنفار امني تحيه رجال الدرك الملكي بطبيعه الحال اللي قايمين بواحد المجهودات جباره هنا بمدينه وجده بمطار وجده انكاد كما كتشوفوا معنا يعني تنظيم محكم بطبيعه الحال كان لا مشاكل لا والو الحمد لله الجمهور المغربي استقبلهم احسن استقبال بطبيعه الحال كل الظروف ملائمه بطبيعه الحال خرجوا بسلاسه من المطار يعني بواحد السرعه فائقة بطبيعة الحال هذا هو الكرم ديال المغاربة هذا هو يعني المعاملة الطيبة ديال السلطات المغربية بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا الإخوان يعني أمور كل شيء بخير وعلى خير يعني رجال تحية رجال الدرك الملكي جميع المكونات ديالهم بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا كلهم حاضرين هنايا إذن هذه الحافلة التي ستقل Thank you.
يلا سير على الله. وا يا سلم تعطي الصوت يا احمد تبارك الله سي علال الزميل العزيز كانال 13 إذا خروج مكسب علي عزيز سانتر علي اختي تحية رياضية لدرك الملكي تحية رياضية لدرك الملكي تحية رياضية لدرك الملكي تحية رياضية لدرك تحية رياضية سمير صفا رجلتا روحا زعلور
كما كتشوفوا معنا يعني التنظيم ديال رجال الدرك الملكي وكذلك يعني بحضور السيد ولي الامن حتى هو حاضر معنا هنايا بطبيعه الحال. يعني كل شيء الامور مزيانه كل شيء بخير. هدري بشان الاجيال ديالنا من الصغر نعلمو على هدري معنا روبورتاج يا هدري بشان كلهم الصحراء المغربيه يلا مشي بها هنا كما كتشوفوا معنا بيحتت ماشيين باش نتبعوهم. إذا كما كتشوفوا معنا سيارات دبلوماسية ديال السفارة ديال الجزائر بطبيعة الحال هما اللي راه ماشيين فيهم البعثة ديال كتشوفوا يلا ها محمد كما كتشوفوا معنا